هي تونس كولاية يعني نعتبرها منعزلة، نعتبرها أن حظها يعني بالنسبة للتنمية كان لها الحظ أيضا الوفير أن كانت الولاية الأولى التي أقر السيد رئيس الجمهورية أيضا ببرنامج أراد من خلاله أن يتدارك إذا هذا الأمر. وبعد دراسة هنا وهناك على المستوى المركزية إذا ضبطت الأمور، وكان في مبلغ مالي الذي أعيد النظر فيه وتم رفع إذا هذا المبلغ إلى 95 مليار فاصل 153 على ما أعتقد بعد إعادة النظر في بعض من العمليات، وبعد إذا إضافة بعض من العمليات ذات أهمية. إذا الأمر ليس في إقرار برنامج، إنما هو العمل على تجسيده ميدانيا حتى يأتي بثماره، وهذا هو الأساس. إحنا نجمو ناخذ أي قرار، ولكن إذا كان نعاود نخليو نمشيو معاه كما كنا نمشيو مع البرنامج ككل، ممكن ما نحكوش شي لازم نحكو. إذا هذا البرنامج تم بصفة استثنائية، لابد أن يسير بصفة استثنائية، لابد أن التجسيد تاعو يكون محدود في الزمن، لابد أن يستفيد منه المواطن في ظرف وجيز، لأنه جاء ليتدارك صعوبة يعيشها المواطن، نقص يعيش المواطن من ناحية إذا إزالة العزلة، من ناحية التغطية الصحية، من ناحية التزود بالمياه الصالحة للشرب أساسا، من ناحية الزيادة على الجانب يعني يمس المواطن، هو تأهيل هذا الفضاء الكبير لجعله يلعب الدور تاعو الاقتصادي. برعاية إيمو براو، قاع نبراو.